كالذي ينفق ماله رئاء الناس. نعم. إذن عندما يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا لا يتقبل منه. نعم. الذي يتصدق ليقال عنه أنه متصدق، الذي ينفق ليقال عنه أنه منفق، نعم. الذي ينادي على اليتيم أمام الناس خذ يا ابني المجين دي. إذن التباهي، التباهي يسقط تماما الصدقة. تمام. كذلك نعم. أن تكون من كسب طيب. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم نعم. ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. نعم. إذن الفقير هذا أو المريض أو المحتاج من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليست سلة قمامة، لا ألقي فيها المهملات، لا ألقي فيها القاذورات، لا ألقي فيها الخبيث من مالي أو من طعامي أو من شرابي. ربما يقول أحد المشاهدين الآن يا ابني احنا عندنا أكل بقاله يومين في التلاجة، روح طلع حد هياكله؟ لا يا بابا شو واكلين منه، طب خلاص طلعه لجيراننا. هذا لا يقبل لأنه ليس من طيب الطعام. نعم. تصدق مما تحب. نعم. يعني سبحان الله، كان يمشي أحد الصالحين أو أحد السلف ومعه قطع الحلوى في جيبه. نعم. وقطع السكر في جيبه، فإذا مر على مسكين أعطاه، فسئل في ذلك قال لأني أحب السكر وأحب الحلوى، والله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. وسبحان الله، لا يعني لا تقل بأن صدقتي قليلة، رب درهم سبق 100,000. نعم. كيف ذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن درهما يسبق 100,000؟ قال رجل عنده درهمان. نعم. جاء إلى درهم فتصدق به، يبقى تصدق بكم؟ نصف إيه؟ نصف درهم، نصف ما يملك. نعم. أما الآخر جاء إلى عرض ماله. نعم. رجل ملياردير وأخذ منها 100,000 درهم، 100,000 جنيه. نعم. فهذا لا يعني شيئا بالنسبة له، فسبق هذا الدرهم اللي هو شطر مال الرجل الصالح. نعم. المتصدق. نعم. الذي طابت نفسه بالصدقة 100,000 أخرى. فإياك أن تقول بأن هذه الصدقة قليلة، ولكن كن كأم المؤمنين عائشة. نعم. كانت تسمى بأم الطيب. أي. لما؟ لأنها كانت تضع الدراهم والدنانير في الطيب، يعني في المسك. نعم. قبل أن تضعها في يد السائل أو السائل. المحتاج أو الفقير أو نعم. الأرملة أو المسكين. نعم. فلما سئلت عن ذلك قالت إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير أو المسكين أو المحتاج. ونعم بالله.